ماراثون يومي والمقصد بركة تؤمن مياه الشرب لأهالي منطقة ذراع في مديرية حرض بمحافظة حجة. راجلون وراكبون يقطعون أكثر من 3 كيلومترات للوصول إلى مضخة المياه التي باتت المصدر الوحيد للتزود بمياه الشرب. نشاط يومي يهدف لتلبية احتياجاتهم اليومية للمياه، وهذه المضخة التي تعمل بوقود الديزل لساعات فقط، مما يزيد على الأهالي ضغوطا للحاق بها. هذا المشهد يتكرر كثيرا في معظم أرياف البلاد مع الندرة الشديدة للمياه، بينما فاقمت الحرب المندلعة منذ مطلع العام 2015 من الأزمة، وبات الحصول على لترات قليلة من الماء أمرا مكلفا مع انعدام الوقود المشغل لمولدات الضخ. فإحنا نعاني من شحة المياه من يوم ما بدأ الحرب لحد الآن. المياه يجلبنا من أكثر عن 3 كيلو تقريبا، تمام. وإحنا نطالب السلطة المحلية في المديرية بتوفير أي خدمات تكون مساندة للمواطن. وعلى الرغم من معرفتهم بأن هذه المياه ملوثة بالجراثيم وبقايا التربة، إلا إن الحاجة الملحة دفعتهم لاستخدامها، وهذا هو حال ما يزيد عن نصف اليمنيين. ويحرص الأهالي على أن تكون المياه التي يجلبونها تفي بتغطية احتياجاتهم بالحد الأدنى، وهو الهم الأساسي للأسر التي لا تستطيع الاهتمام بنقاء الماء ومدى صلاحيته للشرب بقدر اهتمامها بأنه ليس ملوثا إلى الدرجة التي تمنع تناوله. والحال مماثلة في قرية بني الزين بمديرية حيران في حجة، حيث باتت عشرات الأسر بلا مياه بعد أن دمرت سيول الأمطار الغزيرة منظومة الطاقة الشمسية الوحيدة في قريتهم والتي تعمل على ضخ المياه. وكنا نعتمد قبل أشهر على الطاقة الشمسية الذي منحتنا بها بعض المنظمات، وبسبب العواصف الرعدية والأمطار والسيول جرفت هذه على حسب ما ترون موجود. مخاطر المياه الملوثة تزداد في ظل انتشار الأوبئة ومنها الكوليرا، فيما تقول منظمة اليونيسف إن مشكلة المياه شكلت إحدى أخطر تحديات التنمية في اليمن.